أخبار اليوم. طب ازاي مشيت من الاهلي يا كرم؟ والله حضرتك ايه اللي حصل يعني؟ يعني وانا عارف انك انت راجل يعني بتبقى منتمي للمكان اللي انت فيه يعني. والله اللي حصل ان انا هنا طبيعي يعني بتمرن كويس حتى من الصغر، ان انا عايز، انا ليه هدف من الصغر ان انا عايز اوصل، يعني نفسي اوصل لحاجات كتير جدا يعني. فده كان طموحي من الصغر، ان انا جوايا حماس ان انا اوصل. فان انا كنت في النادي الاهلي من صغير جدا، يعني كان عندي 15 سنه، كنت قايل ما فيش منتخب اللي هو منتخب 94. بعدها بسنه لما رحت انبي طلع في منتخب 94. فلما انا ما فيش منتخب 94، ان دوم العناصر المميزه في سن 94 اللي هو سن انا للفريق الاكبر منه اللي هو 93. فجي حضرتك ان لما لعبوا مين كان صاحب الفكره العبقريه في النادي الاهلي؟ هو كان احمد ماهر، كان مدير قطاع الشيخ. احمد ماهر